خلاص هذه هي علبتنا بعد ما نشف الورناش، لانه مائي ما بياخذ وقت لحتى ينشف. مثل ما انتم شايفين هذه هي النتيجة اللي حصلنا عليها. شايفين هون الجوانب الشمع اللي احنا استخدمناه، لما بنسنفره بيعطينا شكل كتير حلو، خصوصا اذا كنا حابين نشتغل قطعة ونعطيها منظر شيء قديم نستخدم هذه الطريقة. طبعا جوانب العلبة هذول اوكي، وهذا السطح مثل ما سبق وخبرتكم عبارة عن رسمة طبعتها على ورق كلينكس مثل ما شفنا في الفيديو قبل. اضفت عليها بس كده ضربات بالفرشاة مثل ما اقول، فصارت عندنا كأنها رسمة مرسومة مو منديل، خصوصا انه المنديل اللي انا استخدمته خشن فبيعطيني شكل كأنه كانفاس او خيش. ان شاء الله تكون النتيجة عجبتكم، اشوف تطبيقات حلوة، ونلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم، وان شاء الله يكون عمل احلى. اوكي يلا جلسة افكر ايش راح اشتغل تاني. يلا باي باي.